باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. برحب فيكم اليوم بهذا اليوم المبارك وفي هذه الأيام المباركة، حيث بتعيد الكنيسة الأرثوذكسية عيد ظهور الصليب المقدس. بحب أحكي لكم عن الصليب وأهمية الصليب في حياتنا. صحيح أن الصليب خشبة ما بتزيد عن كونها مأخوذة من شجرة، ولكن الكنيسة ما بتتمالك نفسها إزاء سر هذه الخشبة، فوصفتها عن حق ويقين إنها الخشبة المحيية، وبوقار شديد بل وهتاف القلب بالإيمان تنشد الكنيسة ككل السلام لصليب ربنا يسوع المسيح، السلام والسجود للخشبة المحية أي الصليب. ولكن ما سر هذا التمجيد الأرثوذكسي للخشبة؟ صحيح إنها الخشبة التي مات عليه الرب موته المحيي وثم قام، فانعكست بالضرورة كل أمجاد القيامة وأفراحها وبهاءها على موت الرب، وبالتالي على القبر وعلى الصليب. إذن فتكريم الصليب نابع من كرامة القيامة، لأن الموت الذي باشره الرب على الخشبة أثمر قيامة وبالتالي أثمر مجد. فيكون الصليب باختصار هو سبب المجد. وفي هذا أعزائي يصف القديس يوحنا في إنجيله الصليب بالمجد قائلا: لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، في إنجيل يوحنا الإصحاح 7، مشيرا بذلك إلى الصليب. المسيح نفسه سمى الصليب ارتفاعا، إذ قال في يوحنا 12: وأنا حين أرتفع عن الأرض أجذب إلي الجميع، وقال ذلك مشيرا إلى أي ميت أو ميتة كان مزمعا أن يموتها. إذن فحق لنا هنا أن نهتف بملء أفواهنا السلام للصليب الذي هو مصدر كل ارتفاع وكل مجد. وإن كان الصليب هو أقصى صورة للاتضاع والمذلة، فصار أكبر واسطة للارتفاع وللمجد. ولعل قول الرب أيضا: من يضع نفسه يرتفع، في إنجيل متى، يشير إلى أن الاتضاع هو في الحقيقة حالة صليب، وبالتالي فهو ارتفاع مؤكد. ولكن هناك أيضا عمق آخر تستمد منه الكنيسة تمجيدها الشديد للصليب وتوقيرها المتفاني لخشبة الصليب. وهنا بيلزمنا أنه نحن نفرق بين الموت يلي مات الرب وبين الصليب بحد ذاته، لأن كون الرب يموت بأية طريقة مهما بلغت أقصى التعذيب شيء، وأن يموت الرب بواسطة الصليب فهذا شيء آخر. أعزائي المؤمنين، الرب لم يأتي حتى بس يموت، بل إجا حتى يصلب، هي حقيقة. حيث الموت على الصليب بالذات كان عملا أساسيا معلوما مسبقا منذ الدهور، كشف عنه جميع الأنبياء، فقال المزمور مثلا: ثقبوا يدي ورجلي.
وزكريا النبي أيضا يقول: فينظرون إلي الذين طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له. بل إن المسيح نفسه سبق وأعلن عن سر الصليب الذي سيجوزه كما كان، ويقول: وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. إنجيل متى. ومن هالكلام بنفهم أنه الله صمم ونفذ أن يكون موت ابنه على الصليب، أي أن الصليب كأداة للموت كان كائنا في ترتيب الله منذ الأزل، وهذا يطفي على الصليب رهبة وقوة وأصالة إلهية فائقة. ولكن لماذا تحدد أن يكون الصليب خشبة؟ هنا نصير في مواجهة أمام أعمق مفهوم لاهوتي للصليب. فالرب قصد أن يتحمل الموت فقط، بل الموت في حالة لعنة تكميلاً للقصاص المنصوص عليه في الناموس لكل من يتعدى على ناموس الله. والنقطة الثانية اللي بحب أحكي لكم عنها إنه الصليب ما بيفترق عن القيامة، فالصليب هو الدرب الموصل إلى القيامة. قيامة الرب لا تعاش دون أن نتذكر صليب الرب ودون أن نحمل ذاك الصليب. فحتى نشترك شخصياً في قيامة الرب علينا ألا ننسى الصليب الذي سبق القيامة. فبدون الصليب لا يمكن أن يكون بصيص في مجد المسيح القائم. إن لم نعي الصليب في حياتنا فمما وبما سوف نقوم؟ إن بقينا مرتاحين بما نحن عليه فأين علامات قيامتنا؟ إن بقي الظلام والخطيئة مخيمة علينا فكيف لنور القيامة أن تسكن فينا؟ لا يمكن أن نحتفل بقيامة المسيح إن لم يطرد نور المخلص من نفوسنا ظلام خطايانا بشكل كامل. إنه سر المسيح، فبالصليب أتى الفرح لكل العالم. حيث الصليب تكون القيامة الحقة، وإلا فهي مجرد شعر وغناء. العالم أعزائي لا يحب الصليب، العالم يريد تغييب الصليب من الحياة، لكن الصلبان تحيط بالعالم من كل الجهات. المؤمن لا يغمض عينه عن الصليب، بل يواجه بروح القيامة ويستخرج من الصليب الحياة الجديدة ويلبسها نور الحياة. طاقة القيامة أعزائي التي بالمسيح تحول الصليب إلى أداة فرح وسبيل للحياة وشاهداً للمحبة وآية للمشاركة والتعاضد بما بين.
على الصليب أعزائي مات يسوع وغفر خطايانا، وعلى صليبنا نحن نمت خطايانا. نحمل صليبنا حتى نستطيع العبور إلى الأمام بسلام، ونحيا معه بموته وبقيامته. هذه هي قوة الصليب، هذا هو النور الذي يشع منه والذي نرمز إليه بمشاعر على رؤوس الجبال في ارتفاع الصليب. ظل الصليب مخفيا حتى اكتشفته هيلانه، وظل مخفيا في قلوب الذين كانوا تحت أثقال الحياة وآلامه، ولكن سيتجلى فينا بفضل قيامة المسيح. والسؤال: من هو المصلوب؟ المصلوب هو يسوع المسيح، ولكن من يصلب اليوم؟ اليوم أيضا هناك كثيرون يصلبون، فالمصلوب بالمعنى المسيحي العام هو كل مضطهد، كل مطارد، وكل معذب، وكل متألم، وكل مرفوض ومذلول، وكل مهجر، وكل مشرد. وهذا أعزائي ينطبق علينا كمسيحيي عراق ومسيحيي سوريا، حيث يخطفون ويهجرون ويقتلون لأنهم رفضوا إنكار الصليب أو رفضوا إذلالهم بدفع الجزية. وأخيراً المصلوب أعزائي هو كل من نفذ به حكم الموت أو حكم الإعدام، خنقاً، شنقاً، صلباً، رمياً أم رجماً. المسيحي أعزائي مصلوب اليوم، وعلى أثر يسوع وعلى غراره ومثاله صلب المسيحيون في كل مكان وفي كل زمان، فطردوا ولحقوا وعذبوا وشردوا وأخيراً قتلوا. ترى أعزائي، أليست كنيستنا المسيحية الشرقية كنيسة شهداء، وفي الوقت ذاته أرغموا على السكوت وعلى الصمت في حين تمتع الآخرون بكل الحرية والإمكانية من أجل نشر إيمانهم وأديانهم. ولكن أعزائي، على الرغم من مرور أكثر من 2000 عام، لا يزال المشهد يتكرر في العديد من البلدان والأوطان، كما في بلادنا الحبيبة سوريا والعراق. ها هو ذا المسيحي في العراق وسوريا يصلب كل يوم. إنه يكابد الألم، يضرب، يهجر، يشرد ويقتل، لا لذنب اقترفه، سوى إنه يحمل هوية المسيح واسم المسيح. أعزائي المؤمنين، في هذا اليوم المقدس وهذه الأيام المباركة، نطلب من المصلوب الذي أوقف شاول عندما كان ذاهباً إلى دمشق لملاحقة أتباع المسيح يسوع الناصري، كيف ظهر له وأهداه إلى طريق البشارة وأصبح من أوائل المبشرين باسم المسيح. نسأل المصلوب أن ينور عيون مضطهدي كلمته في العراق وفي سوريا وفي كل مكان، كل أرجاء المعمورة، لكي تذال هذه الغيمة التي خيمت على أتباع الصليب أينما كانوا. آمين.